في يوم من أيام شهر يناير سنة 2010 بدأت الأجهزة الأمنية في مصر تلاحظ حاجة غريبة جداً، وكانت الحاجة الغريبة دي هي رصد إشارات ترددية مزدوجة مع شبكات الاتصالات التلاتة اللي موجودة في مصر، والكلام ده معناه إن في مكالمات بتتم عن طريق شبكة رابعة موجودة في البلد ولكن مفيش أي معلومة عنها. وكان الشيء الأغرب في الموضوع إن الشبكة الرابعة دي بيتم تشغيلها من خلال الثلاث شبكات الرئيسية اللي موجودة في البلد، ومن هنا بقى بدأ اللغز. الشبكة دي تم نشأتها ازاي، ومين اللي مشغلها، وايه هي طبيعة المكالمات اللي بتتم عن طريقها، ومن هنا بقى بدأ اللغز. الشبكة دي اصلا اشتغلت ازاي، ومين اللي مشغلها، وايه هي طبيعة المكالمات اللي بتتم عن طريقها او بيتم تمريرها من خلالها. بعدها مباشرة بدأت الأجهزة الأمنية تراقب ترددات الشبكة، وبدأت في متابعة وتدقيق الإرسال والاستقبال والتمرير اللي بيحصل عليها، وهنا اكتشفوا الكارثة. وكانت الكارثة وقتها هي الكشف عن واحدة من أخطر الشبكات التجسسية المعلوماتية في تاريخ مصر، شبكة الجاسوس أستاذ جامعة الفيوم زياد أحمد متولي. ونبتدي منين الحكاية؟ نبتديها من محافظة الفيوم سنة 1975، بيتولد الجاسوس زياد أحمد متولي، واللي تدرج بالتعليم لحد ما تخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة سنة 1996. بعدها كمل رحلته العلمية وقدر انه يحصل على درجة الماجستير من اليونان، وبعدها حصل على برنامج تدريبي عن إعداد المقررات الجامعية من خلال جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. بعد ما خلص رحلته العلمية رجع على مصر. أول ما رجع ونظرا لكفاءته تم تعيينه بكلية الزراعة بقسم البساتين في جامعة الفيوم. لحد هنا وكانت الأمور ماشية عادي جدا بشكل طبيعي ومفيش أي مشاكل، لحد ما في يوم من أيام شهر يناير سنة 2006 اليوم ده زار جامعة الفيوم، أو تحديدا كلية الزراعة في جامعة الفيوم، أستاذ إسرائيلي في كلية الزراعة في جامعة بن غوريون اسمه نسيم جدعون. وعلى فكرة يمكن جزء من حضراتكم يستغرب لما يسمع معلومة زي دي، ولكن لو رجعت بالذاكرة لورا كده أيام يوسف والي واللي قبله هتفتكر بقى موضوع البذور المسرطنة والزراعات اللي بلونا بيها. المهم إن الإسرائيلي ده اللي اسمه نسيم جدعون وهو موجود في الكلية اتعرف على زياد، وبدأ الكلام بينهم في موضوع الأبحاث والتطورات الزراعية والكلام ده كله. المهم إن جدعون وهو بيتكلم مع زياد لاحظ ان عنده تطلعات وطموح فوق الوصف، ولاحظ كمان انه عنده استعداد يعمل اي حاجة في سبيل انه يوصل لهدف معين موجود في دماغه. وعشان كده نسيم استغل الزيارة دي في انه يعمل بدايات صداقة مع زياد متولي، وعشان يوطد الصداقة دي اكتر او يحقق هدف معين موجود في دماغه، او بمعنى اصح ينفرد بزياد، قال له ان خلال اجازة نص السنة اللي خلاص هتبدأ كمان ايام هيقضيها بالكامل في مدينة طابة، وقال له ايه رأيك انت كمان تيجي تقضي لك يومين حلوين في طابة وكل المصاريف على حسابي، وهناك هيبقى لنا كلام تاني. زياد متولي واول ما اتعرض عليه الموضوع وكأنه ما صدق وافق على طول. وبالفعل مع اجازة نص السنة اللي كانت في نهاية شهر يناير سنة 2006 سافر على طابة، وهناك قابل نسيم جدعون وقضى في طابة مدة اسبوع كامل. وعدى يوم واثنين وتلاتة، وكل لحظة تعدي يتأكد نسيم جدعون إن زياد هو الهدف اللي العين عليه، وإن نظرته في زياد ما خيبتش. وعشان كده ومن أول مرة بدأ معاه في مرحلة جس النبض والتجنيد. قال له شوف يا ابن الحلال، بصراحة كده أنا شايفك عندك طموحات فوق الوصف، بس مجال الزراعة عندكم في مصر ما بقاش يأكل عيش. أبحاثك على دراساتك على تدريسك في الجامعة كل ده بتقبض قدامه كام؟ ده انت لو قعدت 20 سنة لقدام ولا هتعرف تحقق ربع اللي انت عايزه. طب ما انت شايفني قدامك اهو استاذ جامعي وعندي دراساتي وابحاثي، ومع ذلك اتجهت لمجال الاتصالات والتكنولوجيا. فقال له شوف يا سيدي، بصراحة كده عايز افتح شركة عندكم في مصر، وانا وانت نبقى شركة فيها. بالنسبة لي انا هتحمل النفقات والمصاريف وانت ما تشيلش هم اي حاجة، وانت كل اللي عليك انك هتبقى مسؤول عن الادارة، وطبعا لانك موظف في الجامعة فما ينفعش انك تكتب الشركة باسمك، مهمتك بقى انك تشوف لنا حد نكتب الشركة باسمه. وعموما احنا في البداية هنبدأ بفرع صغير كده عندك في الفيوم، العملية مشيت ادينا هنكمل، العملية ما مشيتش اديك ما خسرتش حاجة. واول ما زياد رجع على الفيوم بدأ فعليا في تأسيس فرع الشركة اللي اتفقوا عليه، ولكن الواضح كده من البداية ان زياد كان وشه وقرفته زي العسل على الفرع. قبل ما يبدأ الشغل أصلاً صدر له قرار غلق، فجت مباحث التليفونات وجابت له ضرة في الفرع،
خد بعضه واتصل على نسيم جدعون مرة تانية، طبعا حكى له كل اللي حصل، فطلب منه انه يسافر له مرة تانية على طابق. اول ما وصل ما لقاش بقى نسيم لوحده في استقباله، لقى في استقباله واحد تاني معاه عرفه عليه بان اسمه ايفير الحريري، وعرفوا بيه انه مهندس متخصص في مجال الاتصالات. ولكن الحقيقه ان ايفير الحريري ما كان الا ضابط برتبه مقدم في الموساد الاسرائيلي، وكان نسيم جدعون نفسه فراز تابع للموساد الاسرائيلي. وعلى فكره الموضوع ده عادي جدا عندهم، سواء بقى استاذ في جامعه، مواطن، اي حد هناك توقع انه تابع الموساد الاسرائيلي. ولو حضرتك تفتكر معايا القصه بتاعه تجنيد الجاسوسه هبه سليم، هتلاقي ان اللي جندها او فرزها للموساد دكتور اللغة الفرنسية في كلية الآداب اللي كانت فيها. المهم ان ايفير قعد مع زياد، وهو ده اللي بدأ معاه الكلام الجد، وقال له شوف بقى انا عايزك تنسى كل الكلام اللي فات، احنا هنعمل مع بعض شركة. الشركة دي تقدر تقول عليها انها وسيط ما بين شركات الاتصالات عندكم في مصر وشركات الاتصالات عندنا في تل أبيب، وعشان ما ندخلش في حوار المخالفات والتصاريح والجهات الأمنية والكلام ده كله، هنعمل الربط الإلكتروني مع شبكة الإنترنت الإسرائيلية، وبكده مستحيل يتم التقاطها عندكم تماما. فزياد قال له الكلام تمام، بس الموضوع ده كده في إن ثانيا انتوا دلوقتي عايزين تربطوا شركة الاتصالات بتاعتكم بشركات الاتصالات بتاعتنا، يعني معنى كده انتوا عايزين ناس شغالة جوه الشركات دي يشتغلوا معانا. طيب تقدر تقول لي بقى أنا هطلب منهم طلب زي كده إزاي؟ فرد عليه إيفير الحريري وقال له أنا مش عايزك تقلق خالص، كل حاجة مترتبة ومعمول حسابها، وكل اللي بتفكر فيه إحنا فكرنا فيه قبلك، أنت ما عليك غير إنك تنفذ اللي يطلب منك. وبعدين من قبل ما نتكلم في أي حاجة، مش تعرف الأول أنت هتقبض كام؟ مرتبك يا عم زياد شهريا هيبقى 15,000 دولار، سواء اشتغلت ما اشتغلتش مرتبك شغال، ده غير ان ليك مكافآت ومميزات فوق ما خيالك يوصل لها. رد عليه زياد وقال له الكلام جميل وزي الفل، انما برضو لحد اللحظة دي انا لا عرفت الهدف ايه ولا جاوبتلي على السؤال بتاعي. فقال له شوف احنا بيننا وبينكم معاهدة سلام، ولكن ما تقدرش تنكر ان في ناس من وقت للتاني كده بتحاول انها تعكر عملية السلام اللي بيننا، والحقيقة احنا وصلتنا معلومات بتقول ان في دول بتستغل سفاراتها وقنصلياتها عندكم في مصر عشان تفسد العملية دي ما بيننا، فاحنا من حقنا نحمي نفسنا وفي نفس الوقت نخلي الجو هادي ما بيننا وبينكم. دلوقتي بقى وبعد ما جاوبتلك على كل الاسئلة تعرف اللي مطلوب منك. البداية اول ما ترجع على مصر هيكون مطلوب منك انك تأسس شركة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة دي هيكون اسمها روت مي، وبعد كده هتعمل اعلان الكتروني وتطلب فيه موظفين في الشركة. وخد بالك وانت بتعمل الاعلان ان كل اللي محتاجينهم لازم يكونوا مهندسين، وتكتب شرط في الاعلان ان الموظفين المتقدمين للوظيفه يكونوا شغالين في الثلاث شركات اتصالات اللي موجودين في مصر. واهم حاجه وانت بتختبرهم او بتختارهم تعمل حسابك ان في عدد معين عايزينه في مناطق سيناء، وبعد ما تختار موظفينك بعنايه شديده زي ما هنعلمك هتبلغهم انهم هيستمروا في شغلهم في شركاتهم زي ما هم، وفي نفس الوقت هيتم توظيفهم عندك ويقبضوا راتب منك. ليه بقى؟ لاننا اصلا محتاجينهم جوه شركاتهم، لان المهمات والاجهزه اللي هيتم زراعتها بعد كده لازم اللي يعملها حد شغال جوه الشركه مش بره. فقال له يا عم الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده يعتبر مهمه شبه مستحيله، الناس اللي انا هشغلهم دول هقنعهم بالموضوع ده ازاي؟ ده كده هيشكوا في الموضوع بنسبه 100%. فقال له كلامك مظبوط وعندك حق، والطبيعي اصلا انهم لازم يشكوا، لان اللي ما يشكش ده هو اللي تخاف منه، وعشان كده احنا برضو عاملين حسابنا، دي اوراق وكارنيه بيثبت انك ضابط برتبه مقدم في جهاز امني سيادي بالدوله. بعد ما تختار العدد المطلوب هتقعد مع كل واحد فيهم لوحده، وهتبدا تتفاهم معاهم بشخصيتك الامنيه اللي هندربك على ادائها بشكل مقنع جدا. وبعد ما تخلص الشركه وتختار رجالتك هتجيب بعضك بقى وتجن على هنا مرة تانية، هتلاقيني مجهز لك كل حاجة وعرفك الخطوة الجاية ايه. وفعلا اول ما نزل على القاهرة بدأ على طول يجهز الشركة، عمل الاعلان وبدأ يعمل مقابلاته بالشكل والطريقة اللي قالوله عليها، ولحد نهاية شهر يوليو سنة 2006 كان زياد موظف معاه 21 مهندس في الثلاث شركات، وفهمهم كلهم انه مسؤول في جهاز امني، وإن الدولة محتاجة تراقب بعض الشخصيات حفاظاً على أمن البلد، وفهمهم إن كل اللي مطلوب منهم حاجات بسيطة جداً، يعني شوية أرقام، شرايح تليفونات،
بعض الأجهزة كده ممكن يتم زراعتها في أماكن التحكم أو السويتشات، وطبعا حسب مكانة وكفاءة كل واحد فيهم كان بيتم تحديد راتبه، وكانت الرواتب بما يعادل كده من 500 إلى 1000 دولار. المهم إن كل اللي اختارهم قال لهم نفس الكلام ما عدا اتنين. الاتنين دول شاف إنهم أمان ومفيش أي قلق منهم تماما، وقرر إنهم يبقوا المساعدين بتوعه ودراعه اليمين. كان الاتنين دول إخوات شقيقين، واحد اسمه باسم البدوي والتاني اسمه حازم البدوي، وعين واحد فيهم بوظيفة مدير حسابات والتاني بوظيفة مدير مبيعات. وبعد ما خلص كل اللي مطلوب منه سافر مرة تانية على طابة يوم 17 يوليو سنة 2006، وأول ما وصل هناك كان في استقباله صديقه نسيم جدعون والضابط اللي دربه إيفير الحريري، ومعاهم واحد جديد كان اسمه أورلي ليفي، ومعاهم كمان فتاة إسرائيلية مجندة اسمها سيرينا يعقوب. وطبعا سيرينا كان دورها معروف بدون الدخول في أي تفاصيل. وخلال المقابلة تم تسليمه جهاز اسمه سيم بوكس، وده جهاز خاص بتمرير المكالمات الدولية، وسلموه 3 أجهزة توجيه مكالمات بالإضافة لجهاز رصد وتسجيل، وطبعا دربوه على كل الأجهزة وفهموه بتشتغل إزاي، وطلبوا منه أن التلات أجهزة توجيه هيتم تسليمهم لتلات مهندسين من اللي تم اختيارهم، وده هيتم حسب الأسماء والأماكن اللي هم هيختاروها بواقع جهاز لكل مهندس في كل شركة. وبعد ما رجع زيادة على القاهرة سلم أجهزة التوجيه للتلات مهندسين اللي تم تحديدهم، وأصبح دلوقتي في 3 أجهزة مع 3 مهندسين للتلات شركات، وكلهم جاهزين لزراعتهم وفي انتظار الإشارة. وفي نهاية شهر أغسطس سنة 2006 سافر زياد للمرة الثالثة على طابة، وهناك قابل نسيم جدعون وأورلي ليفي، وأول ما قابلهم فهمهم إن كل حاجة بقت تمام وفي انتظار إشارة البدء. ولكن خلال الزيارة دي كانت المفاجأة بالنسبة له، تفاجأ بيهم بيقولوله إن التعليمات الجديدة مش هتاخدها هنا لأنك هتسافر معانا على تل أبيب. زياد وأول ما سمع كلمة تل أبيب رفض السفر تماما، وقال لهم أنا بالشكل ده هيتم رصدي من أول سفرية. ولكن صديقه القديم اللي هو نسيم جدعون طمنه على الآخر وقال له ما تقلقش احنا مرتبين لك كل حاجة، وقال له النهاردة بالليل في حد هيجي يستلمك من الفندق، هيفضل معاك لحد ما يوصلك ويسلمك للي هيجيبك لينا. وفعلا في نفس اليوم بالليل جاله واحد بكلمة السر المتفق عليها، وقبل طلوع النهار وصل هناك وخط برجله للمرة الأولى داخل الأراضي المحتلة، وكان في استقباله 2، واحد اسمه تامر أبو اسكندر والتاني اسمه نبيل عطلة وشهرته نبيل أبو رائد، هما اللي استلموه وتولوا عملية توصيله لحد تل أبيب. وبعد ما استقبلوه أخضعوه لدورة تدريبية مكثفة، وبعد ما خلص تدريب قالوا له أنت كده بقى بقيت تمام، عايزينك بقى أول ما ترجع على مصر هتطلب من رجالتك يجهزوا لك كل أرقام السفارات والقنصليات الأجنبية اللي موجودة عندكم، وبعد ما تجهزهم هتبعتهم على الإيميل اللي احنا هنديهولك، وهنعلمك تبعت الإيميل بطريقة مشفرة بحيث يبقى صعب على أي حد إنه يكتشفه، ومعاك فرصة من دلوقتي لحد نهاية شهر أكتوبر اللي جاي، يعني تقريبا شهرين كاملين. وأول ما رجع على مصر بدأ على طول في جمع البيانات والمعلومات اللي هم عايزينها، وخلال الشهرين كان جامع كل اللي طلبوه منه، وبعدها راح جاي بعته لهم على الإيميل وانتظر الرد. وبعد 5 أيام وتحديدا يوم 5 نوفمبر سنة 2006 جاله الرد على الإيميل من إيفير الحريري، وكان الإيميل ده موجود فيه قائمة بالأسماء والأرقام اللي عايزينه يبدأ بتمرير مكالمتهم. واستمرت عملية الرصد والتتبع والتسجيل والتمرير لحد شهر إبريل سنة 2007. خلال الأربع أو الخمس شهور دول تم تمرير مكالمات وتسجيلات بما يعادل مساحة 12 كارت ذاكرة دفعة واحدة. في التوقيت ده بدأوا يطمنوا إن المرحلة الأولى في عمليتهم تمت بنجاح وسلاسة مفيش أحلى من كده، وقرروا بعدها إنهم يبدأوا المرحلة الثانية والأهم والأخطر. فبعتوا له رسالة وطلبوا منه إنه يسافر لهم على طابة، وقالوا له أنت المرة دي بقى مش هتيجي لوحدك، المرة دي هتيجي ومعاك الاتنين المساعدين بتوعك حازم البدوي واخوه باسم البدوي. والمرة دي المقابلة مش هتبقى في تل أبيب، المقابلة هتبقى في بئر 7، وبنفس الطريقة اللي فاتت اللي وصلت لنا فيها في تل أبيب هي نفسها الطريقة اللي هتعرف توصل لنا فيها في بئر 7. هتطلع على طابة وفي الفندق هيقابلك واحد هو اللي هيوصلك لحد عندنا. وبالفعل خد المساعدين بتوعه وطلع على طابة، ومن طابة على بئر 7. وفي بئر 7 كان في استقباله ضابطين الموساد إيفير الحريري
وأورلي ليفي، ولكن المرة دي كان معاهم ثلاث فتيات إسرائيليات، سيرينا يعقوب وكلارا مزراحي وكاميليا موشيه، وقال لهم فيما معناه ارتاحوا لكم يومين وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وبعد ما ارتاحوا اليومين كانوا مجهزين لهم ثلاث مهندسين اتصالات إسرائيليين، دربوهم على أجهزة أحدث من اللي خدوها المرة اللي قبلها، وقال لهم احنا جبناكم انتوا الثلاثة مع بعض المرة دي عشان تعرفوا اننا من اللحظة دي هنبدأ في الجد، واعملوا حسابكم انكم اول ما ترجعوا مصر هنبعت لكم 11 جهاز توجيه وثلاث أجهزة رصد و16 جهاز هوائي، وخدوا بالكم ان الأجهزة دي هتوصلكم على هيئة طرود، والطرود دي ما ينفعش طبعا تجيلكم بشكل مباشر، وعشان كده هنبعتها من عندنا على اليونان ومنها على إيطاليا ومن إيطاليا على فرنسا ومن فرنسا عليكم. وبعد ما تستلموها هتوزعوا أجهزة التوجيه على المهندسين بالأماكن اللي هنقول لكم عليها، أما أجهزة الرصد فهيبقوا موجودين مع حازم وباسم، ومسؤوليتكم انكم هتسجلوا وترصدوا كل كلمة وكل حرف بيتقال في المكالمات. أما بالنسبة لل16 جهاز هوائي فهيتم تقسيمهم كالتالي: الخريطة دي عليها 9 علامات أو 9 نقاط موجودة على الحدود ما بيننا وبينكم، التسع علامات دول ممنوع أو محجوب فيهم الاتصالات اللاسلكية، وفي نفس الوقت التسع علامات هم دول أأمن وأسهل مكان تقدروا توصلوا له بدون أي خطر عليكم، وهي دي الأماكن اللي هتزرعوا فيها هوائيات الاستقبال، ودي اللي عن طريقها هنعرف نمرر منها المكالمات من الانترنت الإسرائيلي، واللي مستحيل معاها أي جهاز أمن في مصر يقدر يلتقطها أو يكتشفها. وطبعا هيساعدكم في الموضوع ده الموظفين اللي سبق وقلنا لكم تختاروهم من سيناء، لأن دول أكتر ناس على علم ودراية بأماكن التغطية في المناطق دي. بكده هتبقوا زرعتوا 9 أجهزة هوائية، السبع أجهزة هوائيات الباقيين من الستاشر هيتم زرعتهم فوق أسطح المنازل، وده هيتم بناء على الخريطة اللي هيتم تسليمها ليكم في المناطق والأماكن اللي احنا هنحددها. هتقعدوا مع أصحاب العمارات وتفهموهم أنكم تبع شركات الاتصالات، وهتطلبوا منهم أنكم عايزين تركبوا شبكات فوق أسطح عمارتهم، ومن الناحية دي برضو ما تقلقوش، هنديلكم الأوراق والعقود اللي هتمضوها مع الناس، وهنبعت لكم الفلوس او المبالغ اللي هيتم دفعها ايجارات سنوية. وبالنسبة للفلوس وعشان ما يحصلش اي شكوك حواليكم، الفلوس دي هتتبعت لكم على هيئة حوالات من الخارج، وكل حوالة هيبقى فيه بينها وبين التانية مدة من 5 لـ6 شهور، والمبلغ اللي هيبقى موجود في الحوالة هيكفي ويغطي كل مصاريفكم. بالنسبة بقى لطريقة الاتصال ما بيننا، زياد بس هو اللي هيتصل علينا، وهيتصل علينا من خلال اسمين كوديين، الاسم الاول سيف عمران والاسم الثاني أليكس شومان. وقت ما نحب نشوفكم او نقابلكم عشان ندربكم على حاجة جديدة هيتم ارسال رسالة ليكم بالمفادة. بكده وفي المقابلة دي اتفقوا على كل حاجة والخطوط العريضة وكل التفاصيل، وبعدها نزلوا هم التلاتة على مصر، وللأسف وبمنتهى القذارة نفذوا كل التعليمات اللي اتقالت لهم بالحرف الواحد. وبعدها بدأت المكالمات والاتصالات والتسجيلات تنهال على تل أبيب، والحقيقة ان الموساد كان في أشد الحرص ان العملية دي تستمر في نجاحها، لدرجة انهم كانوا بيبعتوا لهم يدربوهم على اي جهاز جديد يظهر عندهم، وكان اي جهاز جديد يظهر يتم سحب الجهاز القديم وتبديله بالجديد عشان دايما يبقوا سابقين الأجهزة الأمنية عندنا بخطوة. واستمرت أعمالهم التجسسية بالشكل ده لحد بداية شهر يناير سنة 2010، وخلالها اتسربت ومررت معلومات في منتهى الخطورة، وكل ده كان إرضاء لأسيادهم اليهود، إنما بلدهم ففي 60 داهية. لك أن تتخيل إن المتهمين وحسب اعترافاتهم سافروا لطابة أكتر من 30 مرة، وإن المتهم زياد أحمد سافر متسلل لتل أبيب وبئر سبع أكتر من 15 مرة. والحقيقة ما نقدرش ننكر إن خلال الفترة دي تحديداً من بعد 2005 عدونا نجح فعلا انه يسبقنا بخطوة، لان المشاكل والكوارث اللي ظهرت عندنا من بعد 2005 خلت عدوك يطمع فيك بشكل لا يوصف. المهم انهم استمروا في اعمال التجسس لحد شهر يناير سنة 2010، لحد ما بدأت الاجهزة الامنية ترصد الاشارات الترددية المزدوجة، واكتشفت ان في شبكة رابعة موجودة ولكن مفيش اي علم عنها. وبعد تكثيف المراقبة تم الكشف عن شبكة الجاسوسية، وفي يوم 17 يونيو سنة 2010 تم القبض على الجاسوس زياد أحمد متولي والجاسوس حازم البدوي وأخوه باسم البدوي. ولك أن تتخيل إنهم لما جم يفتشوا منازلهم عثروا على 174 كارت ذاكرة كلهم مسجل عليهم مكالمات لسفراء الدول، وكان برضو من ضمن اعترافاتهم
إنهم خلال فترة تجنيدهم من سنة 2006 لحد 2010، خلال الأربع سنين دول تقاضوا مبلغ 3 مليون دولار لنفسهم فقط، ده بخلاف رواتب الموظفين. وطبعا بعدها اعترفوا بجميع الأسماء اللي شغالين معاهم، وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية العسكرية في القضية رقم 5 جنايات عسكرية لسنة 2010. وصدرت الأحكام كالتالي: اتحكم على المتهم زياد أحمد متولي والمتهم حازم البدوي وأخوه باسم البدوي بالسجن لمدة 15 سنة، أما باقي المتهمين فتراوحت الأحكام عليهم ما بين 6 شهور إلى 15 سنة. وبعد ما تم الكشف عن القضية وثبوت الاتهامات في حق المتهمين، جت بقى الشركة المصرية للاتصالات ورفعت دعوى التعويض على الثلاث شركات الموجودين في مصر، وطلب التعويض بمبلغ 380 مليون جنيه. وبعدها صدر حكم المحكمة لصالح الشركة المصرية بتعويضه قدره 50 مليون جنيه بسبب تمرير المكالمات الغير شرعية. وهنا بيخلص ملف الجاسوس زياد أحمد متولي، واللي كانت تعتبر واحدة من أخطر الشبكات التجسسية المعلوماتية في تاريخ مصر. في النهاية معلش هستأذنك في دقيقة كمان من وقتك، أحياناً بشوف بعض التعليقات بتقول إن في عنصر مشترك ما بين معظم الجواسيس، وهو إن مثلاً معظمهم ما تعلمش، أو إنه ما كملش تعليمه، أو إن في عنصر الفقر مشترك ما بينهم. طيب جاسوس مثلاً زي اللي كنا بنتكلم عنه النهاردة، أو الشبكة بالكامل، وتحديداً الأعضاء الرئيسيين في الشبكة، طيب الناس دي لا مستواهم المادي ولا التعليمي في أي مشكلة، يعني مستواهم المادي كويس والتعليمي كويس، هل الناس دي كان عندهم أي دافع أصلاً إنه يخون بلده؟ المقصد أو الخلاصة من الكلام عشان ما أطولش على حضراتكم، إن المشكلة مش مشكلة غنى ولا فقر ولا تعليم ولا جهل، الخيانة هي بتبقى جوه البني آدم، الخيانة بتبقى من المنبع من جوه. أنت عندك المبدأ بتاعك، يا إما تحب وطنك وتحافظ على أرضك، أو يبقى عندك الاستعداد إنك تخون، ومش مهم المقابل. عايز ايه اكتر من ان كان في ناس بتروح لحد العدو برجليهم يعرضوا عليهم الخيانة، يعني ناس متبرعين خيانة وببلاش، وبعد كده كان العدو هو اللي بيتحكم فيهم وبيدلهم على دماغهم، وكانت مصائرهم كلها واحدة، يا اما مضروب بالرصاص يا اما متعلق على حبل المشنقة. رحمة الله على شهدائنا الابطال، ولعنة الله على كل خائن لأرض وطنه. عاشت الأمة العربية وعاش الشعب المصري العظيم، وإلى اللقاء. تحيا مصر. سلام عليكم.